ننتقل إلى زميلنا أحمد المعمر المتواجد في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، حيث انطلاق معرض التصميم الداخلي والديكور والأثاث. مساء الخير يا أحمد. نور عايدة، ومساء المحبة أيضا لكل المشاهدين الكرام. مثل ما ذكرتي، انطلق اليوم معرض التصميم الداخلي والديكور والأثاث بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض الذي افتتح تحت رعاية سمو السيد فارس بن فاتك آل سعيد، وبحضور مجموعة من أصحاب السمو وأصحاب المعالي أثناء الافتتاح. في كثير من الأشياء الجميلة والرائعة داخل هذا المعرض بمشاركة أكثر من 200 شركة بمساحة إجمالية تقريبا تبلغ 10,000 متر مربع، والذي تنظمه شركة النمر للمعارض والمؤتمرات. نتحدث عن تفاصيل هذا المعرض وأهم أيضا ما يشتمل عليه، اللي يميزه أيضا مشاهدين الكرام أنه ما فقط يشتمل على عروض للديكور والأثاث أو التصاميم اللي موجودة، لا، هو يعطيك أيضا أفكار ويعطيك أيضا مقترحات، وفي كثير من الورش نتحدث عن تفاصيلها مع ضيفنا المهندس حسين العصفور. السلام عليكم مهندس حسين. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. مهندس حسين، أنا شدني حقيقة الركن اللي في الورش اللي تقام على أيضا في هذا المعرض، نتحدث عن أبرز ما يتم في هذه الورش. حقيقة في هذه الورش اللي أقمناها في المعرض هذه السنة، نحن نركز على استجلاب الخبراء للحديث عن أهمية الناس في أول يوم. اليوم كنا نتكلم عن الناس في التصميم والخبراء الموجودين في السوق، بكرة إن شاء الله نتكلم عن تكنولوجيا وأثر هذه التكنولوجيا على التصاميم، سواء لمالك المنزل أو للمقاولين أو الاستشاريين، وكيف ممكن يستفيدوا من التكنولوجيا لصالحهم. في اليوم اللي بعده وبكرة إن شاء الله راح نستضيف الفائز الثاني بجائزة بالعرب اللي راح يتكلم لنا عن تكنولوجيا. في اليوم اللي بعده نتكلم عن المواصفات والمقاييس اللي موجودة، وكيف ممكن نحن نلتزم بمواصفات ومقاييس تساعدنا في توفير الكلفة ونفس الوقت بالالتزام اللازم. وإن شاء الله نستضيف وزارة الإسكان أيضا غدا إن شاء الله في الحديث عن المواصفات اللي الوزارة تطمح لها للبلد. يعني أنتم ما يقتصر دوركم على عرض فقط المنتجات اللي تقدمها الشركة، وإنما عندكم أهداف ثانية اللي هي مسألة التوعية ووعي المجتمع بهذه الأمور اللي تخص التصاميم. نعم بالفعل، وهذا جهد مستمر من المعرض في السنة الماضية ومعرض هذه السنة في توعية الناس وإضافة قيمة مضافة. اليوم الشخص ممكن يحضر المعرض يتعرف على الشركات، ولكن أيضا ممكن يستفيد من المعارف الموجودة من الخبراء اللي نستضيفهم في هذه المساحة. كل التحية لكم حسين وعلى جهودكم وأيضا ما تقدموه أيضا من شركتكم اللي موجودة في إيبناء في هذا الركن. شكرا جزيلا. وحقيقة نحن شركة إيبناء، إيبناء دوت كوم، شركة ناشئة بدأت قبل 3 سنوات في البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب من ديوان، واليوم نحن وصلنا وفتحنا بوث كبير والحمد لله بفضل الدعم اللي الموجود المستمر حقيقة في شتى المجالات، يعني الحمد لله. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، هذه وقفتنا مع المهندس حسين اللي حدثنا عن مسألة الورش وأيضا مسألة اللي يعني الجانب التوعوي، ثم ننتقل مباشرة إلى الجانب التنفيذي مع أيضا المهندسة أسماء الفطيسي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك أسماء الفطيسي، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة زلفة للتجارة. نتحدث مباشرة عن دوركم هنا في داخل هذا المعرض وأهم ما تقدموه لزوار هذا المعرض. إحنا إحدى الشركات المشاركة متخصصين في إدارة المباني في التصميم الداخلي والخارجي والحدائق. سعيدين اليوم بوجودنا مع هذه النخبة الكبيرة من شركات التصميم والديكورات، نأخذ من خبراتهم ونعمل شراكات مع الكثير من الشركات في هذا القطاع. جميل. إيش كيف لمستوا مشاركتكم اليوم في هذا المجال؟ وأيضا أنا لاحظت أن هناك يعني تكاملية بين المصممين وبين أيضا الرسامين وبين المنفذين لهذه الأعمال الخاصة بالتصميم الداخلي والديكور والأثاث. بصراحة انبهرنا كثير بهذا التنوع الكبير، وجود شركات كبيرة عملاقة ومجموعة من الاسميز أيضا موجودين، المصممين، الكثير من الأفكار اللي أخذناها اليوم، زائد الشراكات الكبيرة اللي عملناها. الحضور كان مميز جدا اليوم، كثيف وممتاز بشكل كبير جدا. كل التحية لك وشكرا جزيلا. شكرا، يعطيكم العافية وشكرا. إذن مشاهدينا، لازلنا أيضا مستمرين معكم على فكرة، وإحنا نتجول في أركان هذا المعرض. شدنا أيضا ركن خاص، وهو ركن خاص بالمصممين والفنانين التشكيليين والرسامين، اللوحات المتخصصة بالمنازل أو الديكورات المنزلية. ومعنا أيضا المصممة في اللوحات المنزلية والفنانة التشكيلية أسماء الراشدية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أسماء، أنا أول شيء أحييك على حضورك ومشاركتك في هذا المعرض، ونتحدث عن بداياتك في مسألة التصميم، وأيضا كيف ممكن أنك يعني تعملي انسجام بين الديكور وبين الرسمة أو الفن التشكيلي. بداياتي كان بين الأهل، وبعدين صار برع نطاق الأهل، وارسم اللوحات على حسب الطلب، يعني نساعد العميل في اختيار سواء المجلس حروفيات مثلا، احيانا الستايل الكراسي يكون مودرن فنسوي لوحات تقريديه بالمقاس واللون اللي مناسب المكان، يعني كل المقاسات. عمليه اختيار الالوان وايضا اللوحه، هل يتم من وحي الخيال ولا كيف يتم يعني اختيارك لهذا الشيء؟ هذا العميل يختاره على حسب لون الكراسي، الصوفات والكوشنز اللي عندهم، يرسلوا لي الأشياء وأنا أنفذ نفس الألوان. وكل الرسم يدوي؟ كله يدوي 100%. أيوة. بالمناسبة مشاهدين الكرام، سليمان، لو تأخذ حتى اللوحة هذه اللي في الخلف هنا، هذه اللوحة من رسم الفنانة التشكيلية، يعني من خلال حوارنا قالت احنا لما جينا اتفقت مع هذا الركن وعملت لهم هذه الرسمة. كيف الأشياء اللي ايش الأشياء اللي استخدمتيها أساسا في هذه الرسمة؟ قربي هنا عند هذا الرسمة، الأشياء اللي استخدمتيها في هذه الرسمة بالذات، يعني هذه ألوان الأكريليك استخدمت، واستخدمت المعجون على أساس يعطيه تقسيم، والالوان هم اعطوني الوان هذه الوان هذا اثاثهم، وانا طبقت نفس الالوان. ونفذتيها بنفس في هذه الفتره بالذات اول ما بدا المعرض؟ خلال ليله واحده. ما شاء الله عليك. امس اعطيوني واليوم نفذت لها. يعني امس اعطوك الفكره واليوم صار. هذه اللوحه انا اعتبرها لوحه تحدي. ما شاء الله. ايوه، بالعاده اللوحه تاخذ فتره اطول، بس الحمد لله بالتحدي نوصل يعني. الله يعطيك العافية. إذا مشاهدينا، مثل هذه الفنانين العمانيين يعني فرصة أن نحن فعلا نقف معهم ونساندهم، وأيضا يعني نعطيهم الثقة. يعني شوف، هي بالأمس تقول أنها عطوها الفكرة واليوم نفذت وطلعت فعلا لوحة متناسقة مع كافة الألوان والأطياف اللي موجودة في هذا الركن، وهذا هو هدف من أهداف أيضا هذا المعرض. وهذه كانت جولتنا السريعة في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وتحديدا من معرض التصميم الداخلي والديكور والأثاث، والعودة إلى زميلتنا عائدة في الاستوديو. شكرا لكل ضيوفك، وهي فرصة لمن يجدد في منزله حاليا أو حاب أن يغير ديكوره أو إيش ما كان، زيارة هذا المعرض أكيد راح يلقى ما ينشده. إذن مباشرة